ننتقل متابعينا الكرام للقادم من الملعب الزميل معاذ الحميدي يقرأ لنا النصر الشباب نشاهد. تنطلق غدا الجولة 22 من دوري زيل للمحترفين بلقاء من العيار الثقيل يحمل العديد من الحسابات حين يلتقي النصر بالشباب، ويدخل النصر اللقاء بمدربه الأورغواني كارينهو آملا استعادة فريقه وحصد الفوز بعد تدني مستويات الفريق الفترة الماضية وخسارة كأس ولي العهد والخروج من البطولة العربية، تعادل مخيب في الجولة الماضية أمام الوحدة متذيل الترتيب أفقد النصر مركزه الرابع ليصبح خامسا بثمانية وثلاثون نقطة. ومن جانبه يدخل الشباب المباراة ثالثا للترتيب برصيد 43 نقطة، ويسعى لمواصلة اللحاق بالفتح والهلال، ومع اكتمال صفوف الفريق يعد البلجيكي برودوم كل أوراقه لاقتناص النقاط الثلاث لمسح تعثره بالتعادل مع الشعلة في الجولة الماضية. مباراة إن خرجت بالتعادل سيخسر الفريقين فرصا مهمة في السباق على المراكز الأولى، ومن سيستعيد انتصاراته على حساب الآخر. شكرا معاذ. ايضا الزميل عبد الرحمن شقاري تواجد في نادي النصر لحضور المؤتمر الصحفي للمدرب كارينيو نشاهد. مباراة النصر والشباب مهمة لكلا الفريقين، وهي مباراة متكافئة نظرا لما يملكه الفريقين من لاعبين مميزين قادرين على تقديم الإبداع والعطاء الفني الذي تنتظره الجماهير. وبالطبع كل فريق سيبحث عن الانتصار، وكل فريق لديه نقاط قوة ونقاط ضعف. نحن في النصر أعددنا فريقنا للمباراة وركزنا على الجانب البدني في ظل خسارة الفريق لنقطتين مهمتين أمام الوحدة بعد أن كان بالإمكان حسم المباراة في شوطها الأول. طوال التدريبات الماضية عملنا على التكتيك المناسب، وسنكون جاهزين تماما للمباراة التي تعتبر خطوة مهمة نحو المراكز المؤهلة للبطولة الأسوية. أنا في النصر أبحث عن الانتصار دائما ولا أوظف اللاعبين من أجل الخسارة، وقد قلت في بداية عملي بالنصر إن أمامنا عمل يتطلب منا جهودا كبيرة، وهذا هو نهجنا الذي سرنا عليه منذ البداية وسنسير عليه مستقبلا ليكون لدينا فريق يحقق البطولات ويبقى في القمة. كل الأمور تعطينا مؤشرات ودلائل أن مستقبل النصر كبير. اهلا بكم، شكرا للزميل عبد الرحمن على هذا التقرير. عموما ما معنا وقت كثير، ننتقل لك ابو عبد العزيز، رايك وتوقعاتك لهالمباراه. بالنسبه لمباراه النصر والشباب الحقيقه هي مباريات مراكز، انا اعتقد ان كل الفرق الان خلينا نتكلم بصراحه من الهلال الى 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 الى, إلى مثلا النصر، كلهم لهم فرص انهم على الورق انهم لهم فرص انهم يحققوا الدوري. صحيح. ولكن انا شخصيا اقول انه المركز التنافس الان بين الفرق على المركز الثاني والثالث والرابع اللي هي المراكز اللي تؤهل لاسيا، طبعا ثلاثه مراكز وبطل كاس خادم الحرمين
صاحب البطل صاحب يكون صاحب البطاقة الثانية الرابعة للتاولي كأس آسيا. لكن أنا أقول مباراة النصر والشباب مباراة ترى على فكرة يمكن تكون في مصلحة النادي الأهلي، لأنه أي خسارة للطرفين أو تعادل الطرف أو آخر والأهلي حيلعب مباراته مع نجران، بالتالي حيستفيد لمصلحته. طيب الشيء المهم ما معنى وقت أبو عبد العزيز؟ أعتذر منك، ما معنى وقت توقعاتك للمباراة؟ تفضل. أشكركم. أنا أعطينا توقعاتك. أنا أتوقع النتيجة حقيقة في ظل تراجع مستوى النصر بعد الخروج من بطولتين، انا اعتقد انه التعادل هو الاقرب نتيجه للمباراه. الاعلامي الرياضي جمال عارف كنت معنا من جده، شكرا ابو عبد العزيز. شكرا لكم، شكرا لابو فهد، شكرا للمشاهدين، شكرا للاخوه الموجودين المعدين الاستاذ عادل القحطاني، جميع الزملاء الموجودين شكرا لكم، ونتمنى نتقابل دائما ان شاء الله على خير وسعاده ان شاء الله باذن الله. ابو فهد نعتذر منك، شكرا لك. بقول ان برودوم نعم. برودوم كان افضل مدرب في الموسم الماضي، ولا نعم. السنه ذي افضل مدرب يوجد المبررات، هو له كل شيء ولكنه اصبح يجيد لغه المبررات اكثر من الانتصار. عادل بطي شكرا لك. شكرا لك اخوي صالح. شكرا لكم ايضا انتم متابعين الكرام، شكرا للزملاء عادل القحطاني رئيس التحرير، محمد الثواب، عبد العزيز الحقباني، سهل الغانمي، مبرر جسد القحطاني، مني انا صالح عنزي، لكم اجمل تحيه. موعدنا معكم باذن الله غدا 11:30، الى اللقاء.